هنا نستضيف في هذه اللحظات رئيس فريقي العربي الأستاذ حماد الحربي من يظهر معنا في قناة خالد بازيدان. ألف ألف مبروك الوصول إلى دوري الثمانية. الحمد لله الحمد لله. فرقتين كبار عربي وميلان، أنا أعتبر الوحيد على اللجنة المنظمة مجتهدين في كل شيء، لكن من الصعب جدا زي العربي وميلان ليس تقيلا من باقي الفرق، والله كلها فرق كبيرة ومساوية البعض، ولكن عربي وميلان تقابل في دوري 16 يعني أعتقد أن أي فريق يخرج منهم خسارة للدورة، فكان عتبي عليهم من، لكن عاد هذه القرعة، وإذا كان قرعة على الجميع وأمر لله هذا اللي بيرفع. لا شك أستاذ حماد الحربي، ميلان العربي من أعرق فرق مدينة جدة ومن أقدم فرق مدينة جدة ومن أبطال مدينة جدة، لكن القرعة هي من وضعتهم في دور 16 يعتبر نهائي مبكر، كيف كانت الأعصاب أثناء المباراة؟ الأعصاب هي من قبل المباراة، مو أثناء المباراة، يعني من قبل المباراة يومين ثلاثة أيام، طبعا الواحد زي المباراة بين العربي وميلان معروفة، يعني ديربي جدة اعتبر الوقت حاليا، حاليا يعتبر هو ديربي مدينة جدة حقيقة، مش ليس مجامل إخوانا في ميلان ولا جامل الفريق العربي، من أعرق في فرق مدينة جدة ميلان والعربي، أكثر مشاركة أكثر فوزا ببطولات مدينة جدة، بالطبع يعني أنا كذلك يعني فرحان فوز في فريق حقيقة، وحزين للدورة بخروج فريق مثل ميلان حقيقة، ميلان من الفرق كبيرة، فرقة كبيرة يمتلك شعبية، يمتلك نجوم حقيقة ولادة، فريق ولادة يعني باستمرار ما شاء الله تبارك الله، ميلان ما يتأثر أبدا بأي لاعب، أي لاعب يذهب ما شاء الله تبارك الله، الحي ما شاء الله تبارك الله ولادة بمعنى الكلمة، ولكن الله يوفقهم ويوفقنا إن شاء الله ونوصل بإذن الله بإذن. أستاذ حماد، ما هي استعداداتكم لدوري الثمانية وأنتم ستلتقون مع فريق الأس، فريق الكابتن أسامة المولد؟ بالطبع دوري الثمانية مباراة كبيرة بينه وبين فرقة أسامة المولد، ويشرفنا حقيقة نلعب ضد فرقة أخونا وحبيبنا أسامة المولد، وبإذن الله نحن وياهم نلعب مباراة، وأتمنى الله عز وجل أن الله يحالفنا التوفيق ونكسب ونوصل أربعة، وإذا خسرنا هذه الكورة كل شيء وارد فيها، كل شيء وارد، فوز خسارة، لأن التعادل ما فيه في دوري الثمانية، فنحن حنجتهد إن شاء الله واللي يجمع الله حياه الله. لو كسبتم في دوري الثمانية فريق الأس تعتبرون قطعتم شوط طويل و80% لكأس البطولة؟ لا لا، نحن ما زلنا حقيقة في بداية البطولة، يا دوبنا وصلنا دوري ثمانية، كل ثمانية فرق اللي وصلت إلى دوري ثمانية جديرة بحمل الكأس، نحن لن نكون متفائلين زيادة عن اللزوم، ولكن نقول بإذن الله حنجتهد ونعمل، وأتمنى أنه في آخر يوم يكون فريقي موجود في النهاية هنا. كل التمنيات لفريقك في الوصول إلى المباراة النهائية، كلمة أخيرة تقولها أستاذ حماد في هذا المساء. شكرا لأخوي محمد شولك، شكرا للأخ عبد الرحمن العطاس، داعمين للفريق، واقفين معايا في السراء والضراء حقيقة، هالاسمين هذه غالي علي، وما أقول إلا الله يجملنا معاهم، نرد لهم لو جزء بسيط من الجميل اللي يقدمون للفريق. شكرا جزيلا لك في الدور في قناة خالد بازيدان، ونعيد لك مرة أخرى ألف ألف مبروك الوصول. تفضل. حقيقة على خالد بازيدان أضاف رونق خاص بالدورة لأول مرة، يعني دورة تكون مغطى إعلامية في جميع أرجاء المملكة بيشاهدون الشيء هذا، شكر جزيل جميع الأخوة اللي واقفين على 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 هالصرح الشامخ وسط الأخ خالد بازيدان، وعلى العمل اللي يقومون فيه، شكر لهم جميعا، هذا كل الدور. شكرا جزيلا لك الدور في قناة خالد بازيدان أستاذ حماد الحربي، وكل التوفيق وكل الأمنيات لكم بالتوفيق في المباريات المقبلة. شكرا لكم حبيبي، شكرا لكم.